في إطار الأنشطة الفنية الأدبية التي اعتاد على عرضها رواد الملتقى الثقافي وهواته، أقيمت في رحاب المركز البغدادي وقاعاته فعاليات تنوعت بين الفن والنحت والتصوير وألاقت استحسان الجمهور الناظر لها. وكتظاهرة حضارية ليست بالغريبة، ضيفت إحدى قاعات الملتقى البغدادي معرضاً صورياً مشتركاً لنخبة من الفنانين العراقيين والمواهب الشابة، حاكت أعمالها الأهوار والمواقع الأثرية التي أدرجها اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي، فضلاً عن لوحات فوتوغرافية أبدع أصحابها بالتجسيد والصور. معرض مركز على موضوع الأهوار، إضافة إلى أني ضايفة بعض المواضيع الأخرى المتنوعة غير موضوع الأهوار. طالب الحكومة أنه تهتم اهتمام خاص بالأهوار، هذه الأهوار التي هي روح العراق، هي التنفس، هي الرئة للعراق. أما الفنان بشير الشمري فقد تألق هو الآخر بمجموعة أعمال يدوية خشبية استطاع من خلالها أن يمزج بين عبق الماضي وتداعيات الحاضر الملموس بأفكار بسيطة استلهمت من واقع بيئته ومعالم العاصمة بغداد. الأعمال الكبيرة تحتاج مني وقت، تحتاج مني كلفة، أما الأعمال البسيطة تحتاج مني فقط الفكرة. كل اشتغالات بشير الشمري الفنان الكبير هي من الأفكار المطروحة ويتناول الواقع عبر هذا الفن. وانتقالا إلى حدائق القشلة داخل المركز البغدادي، حيث نظم الشعراء الشعبيون المنضوون تحت رابطة شعراء وأدباء المتنبي فعاليات وقصائد شعرية تغنت بالوطن وحضارته. أكثر القصائد هي كانت للوطن، لأنه تحفيز للحكومة، تحفيز للجهات الأمنية والجهات الخدمية لكي ينهضون بواقعنا هذا المأساوي. أقول كبرة اللعبة بلدنا وصار نص الشعب حافي، لعبة أديان ومذاهب، لعبة ألوان الشفافي، لعبة اللي بالحكومة شو نجمع مال صار ما يهم الناس ترجف، المهم بس هو دافي، والمهم نوره بغرفته وخلي كل البيت طافي. كبرة اللعبة بلدنا وماك واحد قال كافي، اللي عنده فلوس ماشي عايش وبده وتصافي، واللي ما عنده تشوفه مثل تمثال الرصافي، واقف وما يمشي خطوة وربك الشافي المعافي. ورغم اختلاف نشاطات الملتقى الثقافي وفنونه، فإن الآلام لا توحدت في نقل معاناة الشعب العراقي كخطوة جادة تسعى وراء تحفيز المسؤول لدعم الشريحة المثقفة ومواقع البلاد التي أغفلت منذ زمن.